وقامت شركة كنور عرضها الثاني في مدينة إربد خلال هذا الشهر، حيث قامت الشيف ديما حجاوي بتحضير عدة وصفات استخدمت فيها منتجات كنور. وهي العروض هي ترويج للموسم الثامن لبرنامج ست النكهات اللي رح ينعرض خلال شهر رمضان الكريم. أنا بتابع ست النكهات كل سنة برمضان لأني كتير بحبه، يعني بحب أطبخ، بحب أتفرج عليه، كنت كان سليني كتير. اليوم جيت أحضر عرض الطبخ مع الشيف ديما حجاوي مع كنور، إن شاء الله رح أشارك بالمسابقة السنة هاي، إن شاء الله هاي ثالث مرة بشارك، إن شاء الله يحالف من الحظ معكم. احنا اليوم موجودين في مدينة إربد لأنه عم نحضر لبرنامج ست النكهات، مبسوطين من الحضور، عدد كبير من الناس اجوا ورح يجوا الأسبوع الجاي حتى يشاركوا معنا في اختيار السيدات اللي رح نقيهم ليكونوا معنا في البرنامج هاي السنة. رح ننتظرهم الأسبوع القادم في مركز هيئة الثقافي من الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح للساعة 7 بالليل. يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا يا دنيا.